العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى. يا بدولة وريك حاجة بس قلت كده رجعت له لك بيكا سر انت ما تخلي ماشي ما زالك انا ماشيين عن قاطعين قيدكم كذي والله من المدرسة وللبيت من المدرسة وقبال نهاية اليوم انت هذول ماك شغال فيها فراش والله يا حفيظي قلت ان انسرق اخذ لي جمه في البيت شويه كده من كوارق اشوفها عوق عوق ميك ميك كفتك لا تخك قلت بعدين انت انسانوني بتصرف وتاخذ لك جمه كيف هذا الحس انا عشان المدرسه ديلك انا احتاجه لحاجه هي اشوفها ما قاعدين يرسلوا لي شافعي قضاريه ونغرضوا نجي انا كان يشوف هذول لو انت هذول ماشي وين انت تواك الغفير انا والله مش شايل له ورنيك عديل من الدكتور والورنيك ده شايله بتحس به شنو ان شاء الله عامل ايه والله يا اخوي النوم الخزاز ده كفايه من عنده ماشي البيت اخذ لي راحه وبكره وبيهم انا اسمعت اختشوا انا هذا الكلام ده عيب عليكم تخلوا شغالكم وتمشوا تتناوموا اختشوا على دمكم يا اخي انت اخويا في طين مالك باقي في العزيزه دي شنو اختشوا اقعدوا اختشوا مالك هذا باقي ها حرموا المدرسه دي ان بقيت مدير عديل ما انا راجع وعليه الطلاق انا ماني صاطل انتب والله ده حماقه منك ونساي اخوان اتقوا الله من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل غفور رحيم شديد العقاب ما رحمني الوقت في حياتنا نهديها اسم موصولة وسعينا للعمل تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وسعينا للعمل تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى فضيل بعد كده انت ممكن تمشي البيت ترتاح وتجي بكره تكمل شغل امشي يا دكتوره انا عندي شغله كثيره هذول ما قد اطلعها سع يعني عندك الشتل ده داير اوديه هناك وعندك البيغادي ده داير اجيبه جاي عليه الظل وعندي الشتل البيغادي ذاك ما سقيته لها سع ما مشكله انا بقوم بالسقايه وانت تعال الصباح حول القصايص لا اقول لك كلام هذول انا عندي راس شفتي زي الطوبه اللي قدامك دي ان ما سويت الحاجه اللي عندي كلها اصلا برتاح لا بنوم الاثنين طيب ماشي ما دام انت مصير براحتك طبعا لا لا خلاص عادي تنعادل عليك تب يلا خلاص هذا انا باكر من الصباح ان شاء الله اجيب لك تصبح على خير فضيل هيا فضيل 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 في شنو يا اختي في شنو انت فضيل يوم واحد ما سبت لها شوف الحواشي حقتك دي يا اخي حوشنك الجريوات يا اخي يا اخي ما اسمع حواشي اسمها مشتل يا مار ومانسيه هيها شغله ذاتها ما فيها منجل ولا طهوريه دي شغلتها ما جايبه حقها اقول لك كلامها فضيله الشيء ما بخصك ما تتدخلي فيه الخمد نوم يا خلينا نوم يا خرجينا شغل الصباح يا اخي في ضيل بلا خلطي بالشي بشي دلو بدا قالها معلم في ضيل يا دكتوره كيف؟ هاخد لي الشتلات دي عندك جدا بقول شنو يا دكتوره؟ ايوه والله انا عندي سؤال واقف ليش هنا طبعا انت تسال واحنا نجاوب اسال لمتين احنا يا دكتوره حنقعد نزين في حياه طفل كبد ما فهمك يعني عندك الموز الكاذب والنخل الكاذب والتين الكاذب والدوم الكاذب لما حياتنا ذاتها شدت ما تملط كذب بقى الكذب جزء من حياتنا ذاتها لا لا لا, لا. ده سؤال فلسفي عميق جدا ما توقعته منك لكن حاول لك الاسم صفة والصفة قشرة يعني مثلا انظر القيمة الجمالية في النبات بتلقى انه في صفات جمالية مكتسبة في اهتمامنا بالنبات فاهم كلامي ده؟ طيب باقي لي زي تتكلم فيني انا كان بفهم كده وكان بقيت دكتور زي كده اشرح لي بالراحة كده فسري لي يعني طيب ماشي انا اشرح لك مثلا بتلقى الزول اللي بيهتم بتنسيق الحديقه في بيته بتلقى زول مهتم جدا ببيته وبترتيب بيته صح فبالتالي بيكون زول مرتب جدا في حياته وفي عمله كلامي ده صح ولا غلط؟ اجل والله صدقت تب عداك العيد وكمان بتلقاه زول ناجح جدا في عمله وفي كل حياته ولا انا غلطانه؟ انت بتغلط يا دكتوره كلامك كله والله كلام درر بس بقول لك كلام انا من زمان طبعا عندي راي يعني انه اي زول مزعول قبالي بس يكون مزعولته يقف له في مشتل شهر والله يطرد الجناين بتاعه عشان يتعلم التنظيم والترتيب دي قطعتها فيها ماشي اتفضل ليش نادي دكتور هوي انا حقي والله اخذته امبارح كامل هذول ما بدور الزياده بعدين اقول لك كلام
ما تحسسيني ان انا ضعيف والله هسه بفوت اخليك. لا 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 معلش انت فيش طريق غلط. الموضوع ما كده. كل ما في الموضوع انه امبارح استخدموا كيف تعور لعرسان وجاني منه مبلغ كويس وقلت انت لازم نورك من الطيب نصيب يعني ده حقك تفضل. والله كان كده عداك العيب والله وربنا يخلف عليك بالبركه. جزاك الله خير. سجناضل مالك دخلتك دي والله شفقتني عليك قربت اضرب لي امليا وبلور اخواني غفروا يا غفر هناك انا قاعد اغفر مدرسته الاول حاجه ها ها كان فضيل الهديه دي هديه هديه بسيطه كده هديه الضيف هديه لينا ها عليك الله ما عزال والله الضيف انت تغيرت من يوم رتبت الدولاب والله ما كذب عليك انا من يوم اشتغلت في المشتل ده بقيت اشوف اي حاجه جميله حتى انت يا فضيله كل يوم بشوفك اجمل من اليوم القبار والله فضيلك انا عارفه كان ربطتك فوق الحواش حقتك دي يا حوشك المرفعين نقطع كريك ان شاء الله حواش شنو انت والله بس ازور يشوفك لكن ما يسمعك